نحطوا النقاط على الحروف. أكيد. احنا في التعريفات، من هو المدرب، من هو المحلل الكروي، من هو الصحفي الرياضي؟ المحلل او الناقد الرياضي. المحلل الكروي كيقول لك باللي انا لعبت بالون، لذلك يحق لي ان نقيم محرز رياضيا او كرويا. اوكي، حتى واحد ما قال، ولكن هل راتبه الشهري، وهل انه ازدواجيته في التعامل بين المنتخب الوطني وفريقه، الفريق اللي يلعب في البطوله الانجليزيه، هل هذا يدخل في التحليل الكروي؟ حتى الان لم نسمع تحليل كروي، لانه التحليل الكروي قلنا غوارديولا ماذا يقول عنه، غوارديولا ماذا يقول عنه. بالارقام لدينا لاعب سجل حتى الان 6 اهداف واسيست 4 اهداف، يعني ساهم في صناعه 10 اهداف لفريقه اللي هو ليس فريقا عاديا، هو بطل انجلترا ويلعب على كل الالقاب مع مدرب عبقري اسمه غوارديولا. انا نخلي كل هذا الشيء باش نجي نسمع واحد يقول لي لاني لعبت كره القدم يحق لي نقول باللي محرز هو يلعب فيها بالعاني وكذا وكذا وكذا. يا اخي تبعوا غلام، تبعوا غلام قالوا كان يدي 60 مليار في العام لانه مع نابولي، السيد اصيب ما ولاش جاي يلعب، والله غير جابوها مورا، جابوها مورا، حصلنا حصلنا وما يجيبوها مورا. ومرت محرز هضرت فيه قالت لهم ناس ملاح ويعجبني والسيد وكذا، ثاني دخلوا فيه مرت محرز، وانت واش دخلك في مرت محرز؟ مرت محرز عجبها سيدي، وانت واش دخلك فيها؟ هنديه 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 عجبها. دخلوا في التفاصيل صغيره وجزئيات، لا يمكن. وبعد يقول لك لعبت بالون، اوكي، ولكن ماناش نسمعوا تحليل كروي، انا نسمعوا تحليل شخصي، انتقام شخصي.